العمل كان متوازن يعني النجارين شغالين والحدادين كل بيكونوا بيفصلوا الحديد بيكون في نفس الوقت بيشوي. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. المفروض إن أنا اتولد في طنطا 4/2/1936 كان بيشتغل في شركة الكتان. بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. اتكلمنا على ان احنا عايشين حياه جديده، واتكلمنا على ان الواحد المولود من فوق زي ما بنقول كده في القداس، الواحد المولود من فوق ده لما يعيش كل اللي هو فهمه عن ربنا وكل اللي ربنا وضحه له يبقى انسان عايش في فرح، فرح شديد جدا جدا جدا. من ضمن الحاجات اللي الواحد فيها بيتاح له فرصه انه يقف قدام ربنا وقفه الصلاه بتاعتنا. وقفه الصلاه بتاعتنا دي للإنسان اللي حاسس إنه مولود ولادة جديدة، الإنسان المتمتع بالبنور ربنا، الإنسان اللي فرحان باللي ربنا بيعمله، بيبقى ليها طعم تاني خالص خالص، بتبقى زي ما تقول كده سر لقاء مفرح جدا مع ربنا. طبعا ربنا هو اللي قال لنا الكلام ده، قال لنا أنا عايز أقعد معاكم أنتوا ولادي، قال لنا الكلام ده في إنجيل متى إصحاح 6 اللي إحنا دايما 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 بنقراه قبل ما ندخل على الصوم الكبير على طول. فيقول لنا كده إيه حبيبي أو ولادي، متى صليت ادخل لمخدعك واغلق بابك عشان انا عايز اقعد معاك شوي، عشان انا ابوك الذي في الخفاء عايز اتكلم معاك. ولما يدخل الواحد مننا فعلا في اوضته او في مكان هادي ويقف كده قدام ربنا ويغمض عينه ويبتدي يتكلم مع ربنا، هل تشك للحظة ان ربنا ممكن يكون يعني مش سامعك؟ مستحيل مستحيل، ده هو اللي قال كده ادخل لمخدعك اغلق بابك انا هبقى قاعد مستني. طب هل الصلاة بتاعتي دي انا ليها فعالية أو ليها أي قوة؟ طب يعني يمكن الناس الأبرار؟ قالك لا، أنت ابنه قبل أي حاجة مهما كنت يسمعك. زي بالظبط أب عنده ولاده، عنده ولد يعني بيسمع الكلام قوي قوي، وعنده ابن تاني ما بيسمعش حتى الكلام. تفتكر لما ابنه ما يسمعش الكلام يقول له أبويا أنا جعان هيسيبه؟ مش ممكن مش ممكن. فخلي بالك أن الوقفة، وقفتنا قدام ربنا دي، دي المكان الهادي والوقت الهادي اللي أنا بتمتع فيه بعلاقة يعني جميلة مع أبونا اللي في السماء. ويقول لنا كده القديس يعقوب على فكرة الصلاة تستجاب، يقول لنا كده في رسالة يعقوب الإصحاح 5 طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها، كان إيليا إنسانا تحت الألام مثلنا وصلى صلاة لا تمطر فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. يبقى إذا ربنا بيسمع لأولاده. والحتة دي على فكرة بنقراها في صلاة الأنديل عشان تشوفوا قد إحنا ممكن الصلوات اللي إحنا بنصليها دي تبقى حاجة تفكرنا دايما باستمرار وتخلي كده الحياة الروحية بتاعتنا دايما في نشاط. لما نقرأ دي تاني كل مرة نصلي صلاة الأنديل ننتبه أو فعلا ده إحنا يمكن نكون مقصرين في الصلاة شوية، لا دي فرصتي أرجع بقى كده وأدخل إلى أبويا اللي في السماء وأتكلم معاه. طب يحصل إيه بقى في مخدع الصلاة دي؟ قالك ربنا يبتدي يكشف بقى محبته ويبتدي كده ينور الذهن ويبتدي كده يملأ القلب من المحبة وتبتدي كده أنت تتلذذ بوقفة الصلاة قدامه. ربنا يعطينا أن يكون لنا المخدع ده على الدوام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد آمين. ده ابونا بيقول كده ايه، هو انا هموت ولا ايه ده؟ وبعدين فجاه كان رسم حاجه تانية، رسم حاجه تانية خالص. وبعدين كان في جنازه في وقت مدارس الاحد الساعه 3 يوم الجمعه، فانا كنت واخده الولاد في المدرج بتاع الكنيسه قبل ما تخلص الجنازه وننزل، لقيته طلع لي فوق. عشان هو لما كان بيبقى في مخه حاجه بيبقى متاثر بيها و
ويفضل يخطط لها يعني. قال لي عملتي ايه في موضوع؟ قلت له لسه بنحارب كده يا ابونا وكده صلواتك. خلص العيد وكالعاده احنا بنروح الكنيسه كده وهي فاضيه نقعد نصلي نقرا كده. قال لي انتوا بتعملوا ايه؟ قلت له قاعدين يا ابونا وكده. فبعد شويه روحنا لقيناه هو جايب ابونا مقرب في البيت من غير اي مقدمات وبعدين لا راي عم كامل ولا راي تصنع فيه راي. ففرحنا قوي بقى، كان مجي ابونا بشوي اي بيت طبعا. بركه كبير. ففرحنا وكنت انا واخواتي، فكان معاه ابونا مقار وما يعرفش مين فينا عفيف. فراح ايه بقى لقيته بيسلم علينا كده، دي عفيفه ودي مرجو ودي جولي، وعمال وبعدين قعد وكان العيد وبيقدموا له بسكوت ومش عارفه ايه، ومع ابونا مقار وراح نازل وما قالش حاجه خالص. بعد ما نزل كلم في التليفون وبابا رد عليه، قال له الشخص اللي كان معايا ده هيترسم قسيس وانا اخترت له عفيف. بس قامت القيامه في البيت. كان طبعا رسامه كاهن او زواج من كاهن ده كان حاجه مش مستحبه خالص في الزمن بتاعنا ده. ليه؟ كان ليا حتى عمه في القاهره وكيله وزاره جات مخصوص وقالت لبابا، قالت له هو انت مش لاقي توكلها؟ بابا كان تاجر كبير يعني يعني انت مش لاقي توكلها عشان تديها الكاهن يلف بيها على البيوت. كان لسه متجوز اختي ما فيش سنه كده، كلمه قال له بقى يا سمير انت تمهد معانا الطريق وكده، مش عارفه يا ابونا اللي ربنا رايده وكده. فراح قال لي معاكي حاجه لابساها خاتم حاجه هاتيه، راح خده وراح عمل الدبل يعني. فات يوم واحد وراح جاي وقعد مستربع على الكنبه كده وقال احنا جايين نلبسه الدبل ده. وبابا بقى لما عرف ان انا عطيت لابونا الخاتم قال يعني خلاص اخترتي وخلاص. قلت له ابونا بشوي اللي بيقول يعني، احنا عندنا كلام ابونا بشوي زي طبعًا. السيف ما نعرفوش حاجه خالص غير ان ابونا بشوي قال. ماما قالت له لا لا ده لازم اعمل لها خطوبه زي اختها وتجيب شبكه وكده. قال لها طب شبكه ايه؟ فبعت لهم يعني تلغراف ولا ايه، ما فيش بقى موبايلات ولا حاجات كده. وقال لهم الفرح بقى ابونا بشوي عمل الخطوبه الخميس وقال لي الفرح السبت. قلت له ليه ليه يا ابونا؟ قال اصل عيد ماري جرجس وعشان يبقى عيد جوازك دايما مع عيد ماري جرجس. قلت له لا طب خليه الحد. قال لي ماشي زي بعضه الحد. فيعني كانت الخطوبه الخميس، الفرح الحد، الرسامه الاربع. كان كله في اسبوع واحد من الخميس للاربع كان كله. طب بعد الخطوبه عملتوا حفله خطوبه ولا لا؟ لا لا ده في البيت. و خطوبه في البيت؟ في البيت في البيت. وحضر الانبا بنيامين كان خادم. الفرح كان في مانجر سبورتنج بقى. وانا طالعه بقى في الفرح الخاتم الشبكه اللي ابونا كان جايبه لي اتسرق وانا طالعه على سلالم الكنيسه. ابونا بشوي يعني هو عطلها معنى روحي. قال لي ربنا عايز يخليكم من اول سلمه وانتوا طالعين يعني احنا طالعين على سلالم الكنيسه. قال يخليكم من الذهب ومن الفضه ومن كل حاجه. ويعني كانه بيدينا درس. وهو طبعا كان عامل في الفرح كانه ام العروسه والعريس يعني. كان المسؤول. فرحان فرحه وعمل لنا ليله عشاء في بيته. في بيته هو. في بيته هو اول مره. حد من كان كل قرايب ابونا في اصفار. في البيت احنا كان لنا ناس قرايبنا مسافرين في الازاريطه ادونا شقته. فتاني يوم من الصبح بدري جانا وقال لنا ايه نعمل لكم صلاه ابو طرب وتخضيتوا من ضياع الحاجه ومش عارفه ايه. المهم ان هو فات الثلاث، فات الحد، فات الاثنين والثلاث ليله الرسامه كنا مع ابونا بشوي. والاربع الصبح بقى الاثنين تاني يوم كان ابونا فرح ابونا كرولز. فهو يوم الثلاث بالليل يوم الاربع الصبح انا رحت مع ابونا الصبح واحنا داخلين، دخلنا مع بعض في الرسالة الأربع الصبح. دخلنا أنا دخلت على المدرج فوق. وحصلت الرسامة.
بعد الرسامه قالوا بقى ممنوع اللي رسمهم الانبا ماكسيموس. وانا ما كنتش عارفه ان هو هيتسمى ايه يعني ولا هو فوجئنا ان هو كان لما كان بياخد خلوه قبل الرسامه كان في درب ومقار. درب ومقار هو حب حديثة ومقار فهو بالصدفه اتسمى مقار. ان بعد الرسامه خلاص يعني زوجته ما تبقاش موجوده، الزوجه ما تروحش يعني الحاجات اللي بعد كده غير الايام دي خالص. فانا فعلا يعني لما رحت مع ابونا الصبح في الرسامه ما شفتوش بقى غير لما جه. ولما جه ابا مينا قال ده جايين ناقصين ليله استقبلوهم في السبورتنج. في السبورتنج ابونا قعد بعد الرسامه يصلي في المرقسيه حوالي شهر. وبعدين طبعا عشان الكنيسه ما كانتش متحدده ولا حد عارفها ف يعني قعد ابونا لانه مرسوم على مذبح ماري مرقس. ماري مرقس فما وابونا في شيء حلها هنسميها ماري مرقس والانبا بطرس. وطبعا دي كانت خطوه مباركه جدا ان ماري مرقس يجي لنا والاثنين بطاركه وشهداء وكل واحد بيعمل معجزات من ناحيه. طبعا وعيد ماري مرقس ده متعودين كل سنه لازم يبعت لنا هديه ولا حاجه.